مدن وبلدات برتغالية بأسماء عربية. فاطمة مدينة برتغالية صغيرة تابعة لبلدية أورين بمنطقة سانتارين. وفقاً لما جاء في كتاب آثار اللغة العربية في البرتغال الصادر عن الأكاديمية الملكية للعلوم بلشبونة سنة 1830، فإن الاسم الجغرافي مستمد من أميرة عربية محلية تدعى فاطمة، والتي بعد أن أسرها الجيش المسيحي خلال حروب الاسترداد تم تزويجها من الكونكوين، تحولت إلى الديانة المسيحية وتم تعميدها عام 1158. بعدها أطلق الكونت أورين على الأراضي الجبلية اسم أراضي فاطمة تخليداً لذكرى أسلافه. وترجع شهرتها العالمية إلى رواية ظهور السيدة مريم العذراء عدة مرات متوالية، والتي سجلها 3 أطفال رعاة في الفترة الممتدة من 13 مايو إلى 13 أكتوبر 1917. الرعاة 3 الصغار هم لوسيا سانتوس البالغة من العمر 10 سنوات حينها، وابن عمها فرانسيسكو مارتو البالغ من العمر 8 سنوات، وجاسينتا مارتو البالغة من العمر 7 سنوات. ولدت لوسيا سانتوس في 28 مارس 1907 في البوستريل التابعة لقرية فاطمة آنذاك بالبرتغال، وتوفيت في 13 فبراير 2005 بمدينة كويمبرا بالبرتغال. ولد فرانشيسكو ماتو في 11 يونيو 1908 في البوستريل بفاطمة، وتوفي في نفس المكان في 4 أبريل 1919، عاش 10 سنوات. ولدت جاسينتا ماتو شقيقة فرانشيسكو ماتو في 5 مارس 1910 في البوستريل بفاطمة، وتوفيت في 20 فبراير 1920، العمر 9 سنوات بلشبونة. روى هؤلاء الأطفال حينها أن السيدة مريم العذراء ظهرت لهم عدة مرات ووصفوها بأنها كانت محاطة بنور مبهر وثوبها أبيض نقي، تغطي جسدها ورأسها بعباءة مزينة بالذهب. كما أكدوا أنهم شاهدوها وهي تحمل في يديها صليبا ذهبيا مع مسبحة من الخرز الذي يشبه اللؤلؤ، ووجهها يشع بالضوء وبجمال يفوق أي جمال بشري. وكانت السيدة العذراء تطلب منهم في كل ظهور أن يصلوا ويسبحوا كل يوم لتحقيق السلام ونهاية الحرب. وفي عام 1919 تم تشييد الكنيسة الصغيرة في موقع ظهور السيدة العذراء عام 1917 للأطفال الرعاة، وبالضبط في مكان يسمى كوفادا إيريا تابع لقرية فاطمة. ومنذ ذلك الحين تم بناء مساحة الهيكل تدريجياً استجابة للتدفق الكبير للحجاج.